هلا ابوي، حياكم الله، حياكم الله، بارك الله فيك يا ابو، بارك الله فيك، بارك الله فيك، هلا ابوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ها بنياتي شلونكم؟ زينين الحمد لله. لا جاسم سلم على ابوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم، مبروك علينا جميعا حلول شهر رمضان المبارك. اللهم اجعل إن شاء الله شهر خير وبركة وصحة وسعادة. وهالمناسبة يا عيالي باسمكم كلكم نرفع تهانينا إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وإلى سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، ولكم كلكم لشعب البحرين الحلو والجميل، للشعوب العربية والإسلامية. اللهم اجعل إن شاء الله أيام خير وبركة، والله يتقبل إن شاء الله منه ومنكم صالح الأعمال. قولوا أمين. احنا الحين بنروح بيت المطوع عدل. ففعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. قبل لا ندخل لازم احنا اول شيء نستأذن نطق الباب، اذا قالوا لنا تفضلوا دخلنا، ما قالوا لنا تفضلوا ننتظر بعد شوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيالنا يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في برنامجكم، اسمه عيالنا. إذا برنامجنا اسمه عيالنا، وإن شاء الله بنلتقي معاكم كل يوم وبنقدم لكم كل يوم حلقة خاصة. برنامجنا يتميز بأنه هو على أيام أهلنا الطيبين، على أيام أجدادنا، أبهاتكم وأجداركم قبل شلون كانوا عايشين. إحنا حرصنا أن يكون البرنامج نصوره في القرية التراثية. القرية التراثية هذه في كل شيء قديم موجود، فإحنا نبيكم تشوفون وتحسون وتسمعون شلون كانوا عايشين آباءكم وأجداركم. قبل لا يصير التعليم كان عندنا المطوع اللي قري القرآن الكريم، هذه كانوا الأهالي يروحون حق المطوع ويقولون له هذه ولدنا أو هذه بنتنا علمها القرآن الكريم. كان في مطوعة تقري البنات وفي مطوع يقري الأولاد، وأحيانا المطوعة تقري الأولاد والبنات. فحتى أنا أول ما ودوني عند مطوعة واحدة تقري أولاد وبنات، لكن صوتي صار شوي قريب من صوت المطوعة، فلما قال لي يدي حفظت من القرآن الكريم أنا ما أبي أتم مع المطوع لأن كل بنات بيودوني عند المطوع اللي قري الأولاد، فقمت وغيرت صوتي من
مطوعة عشان يدي يشيل من المطوعة. قال اقرأ يا محمد ايش تعلم؟ قلت له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. مثل المطوعة شي مثلا اللي يقول لي يدي لا 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 يقول حق ابوي خليفة خليفة شيلي يبا شيلي. ودي عند مطوع راشد ودونا عند مطوع ريال. الحين اول ما تروح للمطوع عندك يزو جزء اللي هو جزء عم جزء قد سمع هاللون أجزاء لأن القرآن كم من جزء؟ 30 جزء. فأول شيء يعلمونا شلون من الفاتحة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد وما شيء كذي. أول ما ندخل المطوع أبونا يعطي المطوع بيزات شوي بسيطة يعني علم ولدنا. قال أبوي إيش قال حق المطوع؟ يقول له عطيتك لحم وعطني عظامه. يعني شلون عطيتك لحم عطني عظامه؟ يعني يا مطوع هذه ولدي ما عليه عاقبه طقه سوي في كل شيء اهم شيء انه هو يعرف يقرا القران ابي عمك تعطيني حتى لو عظم هالمعنى اللي فيناس نقرا ويعلمونا نروح كل يوم من الصبح لين اذان الظهر رجعنا البيت كل يوم على هالطريقة هذه. زين يوم الأربعاء المطوع يعلمنا مسايات 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 علم بالسعادة هاللون. يوم الخميس نعطي المطوع خميسية اللي هي خميسية بيزات بسيط يعني أربعانات مثلا نعطي كل واحد يعطي مطوعي واللي ما يعطي مطوع المطوع يقول له يا محمد قول حق أبوك ترى يوم السبت لا ينسى الخميسية. يعني هات البيزات ونتعلم القرآن ونتعلم 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 إلين نختم القرآن يعني لنوصل سورة البقرة. إحنا ما نختم القرآن حفظ حفظينه كامل بس نعرف نقرأ القرآن. هذه يعني يسمونه سرد يعني تقرأ بس تقرأ 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 لكن مو حافظ عن ظهر قلب لا. وفي طريقة ثانية يسمونها الإعراب يعني يعلمك مثل القواعد في قراءة القرآن. زين لين الواحد ختم القرآن يعني وصل سورة البقرة وخلصها يقومون يسوون له ختمة. الولد يلبسونه ثوب حلو ويلبسونه بشت ويحطون له حزام هني وفي خنجر ويلبسونه قطرة وشطفة شطفة هاي مثل ما اللي يلبسون الشيوخ في الكروس مو هاي عقال بس شطفة اللي في ذهبي ايوه. وبعدين كلهم يروحون من بيت لبيت يقول الحمد لله الذي هدانا امين. تقول امين الحمد لله الذي هدانا امين الدين والاسلام واجتبانا امين من فضله علمنا القران امين. ايش رايكم نشوف التحميده او نشوف ختم القرآن عشان نعرفه عدل. إذ النار مع الدخان آمين وذلك يوم الحشر يوم الصعب آمين ما ينفع المولود إلا بالأبي آمين ما يلتجون الناس إلا بالنبي آمين محمد المبعوث من عدنان آمين يشفع كل الخلق في الحساب آمين. الدخانة وذلك يوم الحشر يوم الصعب ما ينفع المولود إلا بالأبي ما يلتجون الناس إلا بالنبي. عيالي القرآن كلام من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ شهر رمضان. القرآن متى نزل؟ نزل ليلة القدر. حافظين انتوا كلكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إذن القرآن نزل ليلة القدر في شهر رمضان.
أول سورة انزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام حافظينا؟ على أقرأ باسم ربك الله. المهم إن القرآن نقرأ سواء في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، وبعدين كل حرف نقرأه نحصل عليه حسنة. ألف لام ميم، ألف حسنة، لام حسنة، ميم حسنة. وكل من أكثرنا من قراءة القرآن زادت الحسنات. مو بس نقرأ القرآن بسرعة علشان نخلص، والله نقول إحنا في شهر رمضان خلصنا ختمة كاملة، والله ختمتين، والله لا مو هذه. نقرأ القرآن ونتدبر آياته نفهم، وإذا ما فهمنا نسأل أبونا نسأل أمنا، أو في بعد بعض المصاحف فيه القرآن مكتوب هني والمعنى مكتوب في الصوب الثاني، نحفظ القرآن ونتعلم القرآن. زين بابا بقول لكم قصة الحين. في واحد يقول إن أنا أقرأ القرآن لكن ما أقدر أحفظ. ترى اللي يقرأ القرآن يحصل أجر، واللي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه يعني يتعب مثل الأجانب والله واحد اللي بحفظه يحصل أجرين على، يعني يحصل بدل يعطونا 100 يعطونا 200، بدل 10 يعطونا 20 هاللون. فإذا هذه الواحد لما يقرأ القرآن شلون يحصل أجر؟ في واحد تأتى في القرآن أو يقرأ القرآن لكن ما يحفظ، إلا يقول له واحد ما دام أنت تقرأ القرآن ولا تحفظ عيل أنت مالك، مالك أجر عند الله. قال له ليش مالي أجر؟ قال له مالك أجر. قال له زين أنا بعطيك شيء الحين. أعطاه كيس كبير، الكيس هذه كان كيس مال الفحم بس خالي. قال له ودي البحر صب فيه ماي وهاته. راح ودى البحر صب فيه الماي ويابه ولا مخلص الماي؟ قال خلص الماي. قال ودى مرة ثالثة، راح مرة ثالثة ترسى ماي ولا ما في ماي؟ قال له ما في ماي. قال إيه نعم ما في ماي. قال له الكيس أول ما وديته هالشكل نظيف والله كان في أسود مال الفحم؟ قال لا كان في أسود مال الفحم. قال الحين شلون؟ قال الحين نظيف. قال كذي قلبي صار نظيف من كثر قراءة القرآن، كثر ما نقرأ القرآن الكريم الله ينظف قلوبنا، يخلي قلوبنا دايما حية. كل ما قرينا القرآن حيت قلوبنا وحبينا الدين الإسلامي، حبينا ربنا، حبينا رسولنا، حبينا الناس. هذه قصة القرآن الكريم، سواء نقرأه بحفظ أو بغير حفظ، لكن اللي حفظ أحسن وأحسن. عيالي الحوين الحين خلينا ننتقل معاكم إلى لعبة شعبية وعقب نكمل معاكم. عيالي من يكمل؟ العلم في الصغر كالنقش في الحجر، صح؟ العلم في الصغر زين. بعد صفقول صفقول بعد صيح علينا. الأوليين يقولون القط والعود ما يتربى، صح؟ القط والعود ما يتربى، وليش قالوا كذي؟ أنت القط والعود ايه ما يتربى يعني؟ ايه ما يتربى. ليش؟
عود لأن عود بس خير تعلم أكثر يعني. زين من يعدل بعد؟ ها تفضلي. لأن القط والعود هو عود في السن فما بيقدر يفهم أشياء ولا يقدر يحفظها، أما القط الصغير بيقدر يحفظ بسهولة. هذا هو تدون شيء القصد منه، يبون يقولون إن الواحد كبر كبير ما يقدر يتعلم، إحنا نقول لا حتى الكبير يقدر يتعلم. ترى أنا قريت مرة واحدة إن واحد كبير في السن عمره 80 سنة ويجلس يتعلم اللغة الصينية، يبي يتعلم اللغة الصينية يعني ممكن، بس دائما الصغار عقلهم متفتح أكثر. لذلك أقول لكم حفظوا القرآن، حفظوا الأشياء الصغيرة وانتوا صغار، الأشياء الزينة يعني قصة القرآن ما بنحفظه وإحنا كبار يمكن نحفظ، لكن وإحنا صغار ما عندنا مسؤوليات. الصغير ما عنده والله أنا بروح أشتغل باي بفلوس مثل حق عيالي باي بهم أكل، ما عنده تفكير ويالس. لذلك إحنا شو نقول لكم وانتوا صغار الحين، انتوا مهمتكم الحين تدرسون تراجعون، أبوك وأمك ما يبون منك شيء غير أنك في آخر سنة لهم الشهادة ناجح. لذلك أنت ما عندك مسؤوليات، فلذلك الصغير ما عنده مسؤوليات وايد، فبسرعة يحفظ وبسرعة يقدر يسوي الأشياء الزينة. زين دش الدعوس ووقف عند العاير، شنو الدعوس؟ لحظة الدعوس هو ممر الضياج. ممر الضياج يسمونه الدعوس صح؟ حيوها. زين وقف عند العاير، شنو العاير؟ يعني شو اسمه لأن الشخص يوقف في زاوية الدعوس في الطرف، في الطرف في الطرف يسمون هاي العاير. انزين 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 طق عنصوص وطاح على وجهه، شنو عنصوص؟ عنصوص ها شنو العنصوص؟ ما طقك عنصوص؟ ما طقك انت طقك عنصوص؟ شنو العنصوص؟ العنصوص حجرة كبيرة تحت الأرض بس طالع منها جزء صغير. يا سلام عليك حيو صح صح حنقول لك وطيحة يسمونه عنصوص عدل. انزين بعد يقول خرخش مخباتك، خرخش مخباتك تفضل. يعني هذه ايه هو قال لك كم ذي؟ قال لك 5 روبيات. قال لك خرخش مخباتك يعني شو قصده؟ خرخش مخباتك يعني عطني الفلوس حيوه عطني الفلوس. يا سلام يعني يقول لك ابليس ما يكسر مواعينه، ابليس ما يكسر مواعينه يعني شلون؟ يعني واحد مثلا يعني واحد ما يضر نفس الواحد ما يضر نفسه، فهذه من الشيطان ساعات تقول له اي ابليس ما يكسر مواعينه، هذا شيطان ما بيضر روحه ما بيطق روحه ما بيضر في اي شيء اي يكسر مواعينه. يقول اخذناه في شراع ومداف. اول شيء الشراع شنو؟ صبر شراع شنو؟ الشراع يعني الشراع اللي في السفينة، اللي في السفينة اللي أضرب فيه الهواء وتمشي السفينة. والمجداف شنو؟ ميداف الميداف ها اللي جدفون فيه عشان يحركون السفينة، اللي جدفون المجداف اللي قدموا. زين شنو خذ بشراع وميداف يعني شلون؟ هذا مثل يقال خذ بشراع وميداف يعني خذ بالحكي وخذ بالصراخ وخذ بالمرج، يبي يثبت له انه هو كلامه صح فقام يلغي عليه. اي نعم لا انا احسب انه اي لانه كذي لانه قال ايه خذني بشراع ويداف بس بص علي يعني كذي. هذه لو بقشوري عيالي هذه كانت اخر فقره في حلقتنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا واستفاديتوا من كل شيء قدمنا لكم. احنا حريصين دائما نقدم لكم اشياء مال الاول، أيام الحلوين أيام الطيبين. إن شاء الله أشوفكم باكر على بركة الله ومع السلامة.